اسمح لي أعود مرة أخرى للسياسة الخارجية وللخريطة. قطر مثلا كيف يتعامل مع قطر؟ وقطر فترة من الـ يعني الـ مش العداء، ولكن فترة من التدخل في الشؤون الداخلية من قبل قطر، ثم جهود مصالحة بين جهود مصالحة خليجية. هل تصدق هذه الجهود أو هذه المصالحة؟ أنت عارفة أنا بقدرك قد إيه، لكن لا قولي لي يعني يوم ما تبقى يوم الأيام أنا حضرت، كنا بنواجه غزو من 3 قوى أمريكا وفرنسا وإسرائيل. يوم من الأيام كنا في الصراع مع أمريكا. أنا لما أقول إنه مصالحة مع قطر وعلى وقطر بقت خطر، يا جماعة يقولوا يا رفقا بالقوارير، والله العظيم والله عايز أقول لك حاجة. المشكلة مع قطر هي ضعفي أنا، هو ضعف إعلامي. هل معقول إن أنا كنت بقى يا ست يوم من الأيام جمال عبد الناصر وقف في دمشق وبيتكلم على رئيس وزراء العراق مرجان كان، وقال له أخرج يا مرجان، تاني يوم الوزارة سقطت. الأهرام كان بيبيع في كل في أي بلد عربي، معلش ما تزعليش، أكتر من كل جرائده المحلية مجتمعة. أنت فقدت قوتك الناعمة. بس اسمح لي يا أستاذ، هذا هو لا يبرر اللي هو بيعمله. لا 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 ماشي، أنا ليش دعوة بيه. أنا هو كل واحد يختار نفسه ما يشاء، لكن القضية اللي عاوز بهك لا يشاء في بلده، مش ما يشاء في بلدي. لا يشاء في بلد. أنا رحت كلمت المشير طنطاوي يوم على الجزيرة مباشرة. مصر لم يكن ينبغي أن تسمح بحاجة اسمها الجزيرة مباشرة في مصر. وقلت المشير طنطاوي وهو موجود، قلت فندم البلد، كل بلد في الدنيا كان له 3 سيادات، سيادة على أرض وسيادة على جو وسيادة المياه البحرية، والآن في سيادة فضائية، وهذا الذي يصنع اختراق لسيادة مصر الفضائية. ما حدش عمل حاجة. عايز أقول لك ضعفك ليس حجة معك، حجة عليك. المشكلة الكبرى هي ما أصاب القوة الناعمة في هذا البلد، ما أصاب الدور المصري من خسارة.